السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان صباحكم بخير، كل شيء مزيان، نتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير. إخوان اليوم إن شاء الله عندنا واحد فيديو جديد، فيديو نشوفو كيفاش نبريباريو لي ميليو تكيلتير، كيفاش نديرو اليوم وكيفاش نبريباريوهم من أحتزيد الإخوان. دونك غادي نشوفو إن شاء الله إس لي هو سالموني شيغيل، ونشوفو كولومبيا ميليو نون سيليكتيف حتى هو، ونشوفو جيلوز اوسون ولا بلود اغار. هاد جيلوز اوسون كاين اللي كيبريباريه بهذا بلود اغار، وكاين اللي كيبريباريه بالام اش مولا رينتون. دونك الاخوان بقاو في معنا في الفيديو ان شاء الله باش تعرفوا داكشي اون ديتاي كيفاش كيدار. دونك اول حاجه غنبداو بالاس اس، واللي غنركزوا عليه بزاف الاخوان اللي هو جيلوزوسون، اللي كاين بزاف كي ما كيسرقش ليهم. دونك هنا عندنا كلشي، عندنا في هذاك التيكي تما عندنا 63 غرام كدار في اللتر ديال لو ديستيلي بيان سور. ما كيتاوتوكلافاج الاس اس، ما كيتاوتوكلافاج هو والكتروين. الاخوان راه ما كيتاوتوكلافاوش، كاين شي ناس كيديروهم في الاوتوكلاف، راه الاس اس والكتروين ما كيتاوتوكلافاوش. دونك كيبان لكم تما، سواء ديروه في البان ماغي ولا تسخنو فيه الريشو توصل واحد الطومبيراتور لي تيبان ليك طلق، مبقاش هداك الجيلوز بودر، كتخليه واحد شويه وكتكوليه في لي بواط ديالك. دونك كتشوف هداك مثلا 63 غرام، انا باغي الفئة الليتر ديالو، انا باغي ندير غير 500 كنقسمها على جوج، مثلا واحد 31.5. دونك نتا دير واحد 32، ومن الاحسن ديروا بابي الومنيوم، ما ديروش هذاك الورقه هذه الاخوان، من الاحسن. انا هادشي اللي كنصح به، انه هذيك الورقه كيبقى لاصق فيها داك الجيلوز. نزيدو كولومبيا دابا، هنا كتسخنو غير فوق هذاك الريشو، انا شخصيا حتى الباماغي ما كنديروش وكنكوليه. دونك ندوزو لكولومبيا، ميزان ديرو ديما خاصو يكون زيرو، ترد البال قبل ما تحط لي الجيلوز ديالك يكون زيرو. فوالا كولومبيا 42 في ال لتر، كيتسخن حتى هو شويه حتى كيطلق هذاك الجيلوز، كيت اوتوكلافا 15 مينيت مع 121 ديال الحراره. دونك 42 انا غنبريباري 500، دونك هي تقريبا 21. يعني كت ضروري كتزيد واحد شويه، رغم الاحسن تكون واحد معايا القايه ديال البلاستيك، هي كل جيلوز دير فيه ديالو باش كتبقى تهز. دونك علاش قلت لكم بابي الومنيوم في هاد المرحله هادي، ما كيبقاش لاصق هذاك الجيلوز تما، وكيكون ساهل وخفيف، وحتى ما كيكون نقي، ما كيشد لا غبره لا والو. بالنسبه لسميتو زعما كاين اللي يقول لك الكونتاميناسيون، راه نورمالمون الاوتوكلاف راه كتستيريليزي، يعني ما كاينلاش. دونك بابي عادي يكون نقي وصافي. دونك كنحطهم يسخنوا شويه ومره مره كنحركهم. دونك ندوزو دابا للجيلوزوسون اللي هو غنركزوا عليه بزاف. دونك عندنا تما 40 في اللتر، 40 غرام في اللتر. دونك انا غنبريباري 250 ميل، دونك انا 40 نقسمها على 4، اللتر كنقسمو على 4 اللي هو 250، دونك حتى 40 غرام نقسمها على 4 اللي هي 10 غرام. ضروري كنريقل الميزان على الزيرو. فوالا هذه هي الطريقه الامثل للاخوان، لانه بعض المرات كتكون كتخوي بالقرايه، يقدر يتفلت لك بزاف، يقدر
طيح لك فوق الباياس ولا شي حاجه. لا هما من الاحسن هذيك المعلقه كتهز داك الشيء بلا بار. الاخرين ما كنساهمش ضروري كنحركهم مره مره. كولومبيا غير يبان ليا الجيلو سطلق ما بقاش بودر تما كندخلوا الاوتوكلاف لا هو ولا جيلو الجيلو زو سو كالي لي ميليو اللي كي كيت اوتوكلافا ماشي مشكل. دونك بحال الاس اس ما كيت اوتوكلافاش من الاحسن نخليه شويه. فوالا من بعد ما تلقوا غادي نديرهم في الاوتوكلاف. ضروري لو ديستيلي يكون فايت واحد النحاسات كيكونوا تما فايت يعني واصل عند الحد. ولو ديستيلي ماشي لو دروبيني ولا شي حاجه باش ما يديرش لكم الكالكير في الاوتوكلاف. كضرب واحد المده وكتخسر. من الاحسن الناس ديروا لو ديستيلي. دونك كتسد الاوتوكلاف ديالك. بالنسبه للبروغراماسيون ديال الاوتوكلاف كتختلف الاخوان لانه كله كيفاش كي بروغرامي كله واش من اوتوكلاف كيخدم بها. دونك هذيك ماشي مشكل. كنسد مزيان وكندير ستار. دونك ملي كتسالي راه كتكليونطي واحد لالوم تما ديال كومبليتي تما كتولي لا رسالات. دونك الاخوان من بعد ما سالات لينا الاوتوكلاف عندنا هنا كولومبيا ديجا خويت كوليت الاس اس راه هو اللي كيبان لكم في لي بواط عامرين. دابا عندنا كنكولي في الكولومبيا ولا كتكون تفوت تقريبا تفوت النص وتحبس باش يكون حتى لا شارج تكون مزيانه. ماشي الا كان شي سميتو ما كيعطوش مزيان فهمتي. كتكون تنوض لك شي كتكون شي لا شارج كبيره ديال شي بكتيري كتبان لك هذاك الجيلوز تكل ما بقاش. دونك الا بغيتي غير تهز ما كاين ما تهز. دونك ضروري تفوت النص واحد شويه في البواط وما كنجيش وكنكولي الميليو من بعد ما كنخرجوا من الاوتوكلاف. ما كنجيش وكنكولي كنخليه واحد شويه يبرد تقريبا واحد 40 بحال هكاك 37. هادشي بالنسبه لي ميليو عاديين. بالنسبه للجيلوزوسون حاجه اخرى. جيلوزوسون ولا هو ولا جيلوزو شوكولا كنخليه تقريبا حتى كيبردوا يعني نقدر نشدو بيدي بحال هكا يا اما ما نحسش بيه راه ديجا كان سخون ولا شي حاجه. دونك بالنسبه لهو هذا الجيلوزوسون غنزيد عليه هذيك الفيتوكس كله شنو كيزيد باش كيخدم. كاين اللي كيدير فوالا كتشوفوا معايا كنشد يعني عادي ما كنحس لا سخونيه لا والو. دونك نقدر ندير دابا سميتو ديالي. كاين اللي قلت لكم كاين اللي كيدير ان ا اسيد ناليديكسي كاين اللي كيدير الفيتو كله باش كيخدم. دونك هذيك كيكون كيجي مع هذاك بودر ومع هذاك ديليو باش كدي ليها. دونك قلنا هذيك كدير 500 وانا بريباري 250. دونك غادي نقسمها على جوج. دونك غادي نقسموها على جوج ونص نديروه في البريباراسيون ديالنا النص نخليوه حتى نبريباريو شي بريباراسيون واحده اخرى ان شاء الله. دونك الاخوان قلنا جيلوزوسون سوا تبريباري بلو داكار ولا بسميتو بالام اش نفس الطريقه عندهم بجوج. دونك نحرك شويه باش ما يديرش ليا دوك لي بيلدير شويه بهذه الطريقه هكا ونميلونجي مزيان في نفس الوقت. عاد كنزيد لوسون تقريبا واحد دو تيب ديال 500 هكاك دو تيب تقريبا جوج ونص اللي غادي ندير. وعينك ميزانك يعني كيجي ميجيش داكشي يعني
فونسي بزاف، مازال جيلوزو شوكولا ماشي مشكل، نقدر نوصل فيه حتى ثلاثة أربعة ديال لي تيب ديال سانسون. دونك من بعد ما درت لو سون كان ميلونجي تاني مزيان، وكان كولي لي بوا ديالي، كان ملي كنزيد لو سون كندير بواط واحدة ونشوف زعما الكولور واش مزيان خفيف ما خفيفش يعني غامق. دونك درت انا دو تيب ديال سانسون يعني دي ايمي تقريبا، عطاتني مزيان. دونك من بعد غنوريكم الكولور كيفاش غيجي في الاخر. فوالا نورمالمون خاصو يجي بحال هكا، يعني كيف ما كيجي بخي ا لومبلوا كاين اللي كي كوموندي بخي ا لومبلوا، ولكن من الاحسن تبريباري عندك انت. دونك انا بالنسبه ليا هذا احسن من هذاك بخي ا لومبلوا. وبيان سور كدير الكونترول ديالك ملي كتسالي بريباراسيون، كدير الكونترول ديال بريباراسيون واش داكشي مزيان ما مزيانش، كاين شي كونتاميناسيون ما كاينش. يعني حتى الى بريباريتي بالام 10 نفس الميثود غديرها. دونك الاخوان شوفوا معايا كيفاش جا بحال هكا، دونك تقريبا نفس اللي كيجي بخيالهم بروا. دونك هادشي اللي كاين الاخوان في هذا الفيديو، وتسناو فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.